السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو دوت هنشوف تطبيق مهم جدا للدايركت فانكشن، اللي هو لما الدايركت فانكشن بتضرب في أي فانكشن، ساعتها الناتج هيبقى قيمة الفانكشن عند التايم اللي حدث عنده دايركت. يعني أحسن حاجة هي مثال، هنعمل سيمبوليك تي ونعرف مثلا فانكشن اللي هي اكس بتساوي 2 في ساين اوف تي، الواي اللي هي الدايركت، مش محتاجة اعمل لها فانكشن كاملة، ممكن على طول يعني الزد بتساوي الاكس، طبعا الرمز ده عشان بيضرب مصفوفة الاكس في الدايركت اللي هكتبها دلوقتي، عنصر يعني ما تقدرش يضرب مصفوفة الطبيعي، لا انا عايزه يضربها لي عنصر. انا في دايركت تي ناقص باي على 2، والمفروض display z، المفروض دلوقتي نتوقع قيمة الزد. نتوقع قيمة الزد دلوقتي ان هو هيجي دلوقتي يروح عند ال 2 ساين تي ويعوض بقيمة ايه، طبعا يساوي اللي جوه ده بالصفر، هيطلع لك تي يساوي باي على 2، فنجيب الباي على 2 ونعوض هنا، اللي هي باي على 2 هي 90 فبواحد، فواحد تضرب في 2 فهتبقى 2، فبالتالي قيمة الزد المفروض تطلع ب2. نجرب كده، آسف، في خطوة مهمة نسيت أعملها، اللي هي نجيب الانتجريشن من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية للزد، متغير رابع مثلا تالت اسمه جي يساوي الانتجريشن اوف زد بالنسبة للتي من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية بالنسبة لي للجي، المفروض هي اللي دي جي هي اللي تطلع ب2، مظبوط كده، تمام. نكمل إن شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.